بس كنت في مسرح، كنت مسرحيات، كنت رحت زبون في مسرح، عاملين مسابقة في مسرح. يعني كيف مسرحية بتعمل مسرحية مسرح عمومية طبعا فيها. السيد المسيح لما مسكوه القاتلين وقعد يقول لا تحسب لهم هذه الخطية، فنجد اليوم أم الشهيدة ماجي وأبو الشهيدة ماجي أيضا يدعو للقاتل ويدعو للإرهابي إنه لا يحسب له هذه الخطية، وهذه هي مسيحيتنا. ولكن على الجانب الآخر يجب أن نقف جميعا صف واحد لحرب الإرهاب، لأنه هذه الضربة لم تكن على الإطلاق تقصد ساكن الكنيسة ولا المصلين في الكنيسة ولا المصلين في المسجد، ولكن قصدت قلب مصر. الحقيقة احنا النهاردة بنزف للسماء ملاك صغير كان مثال للطفلة المسيحية اللي تربت في بيت كله سلام وكله محبة، شايفينه في السلام اللي باين بين أهلها ومامتها وباباها، تعزيهم، هم بيعزوا الناس مش هم اللي بيقبلوا العزة، المحبة باينة حتى في عينين أصحابها الصغيرين اللي جايين يشاركوا أهلها. لفت نظري قوي إنه في مجموعة من الأطفال كانت بتعيط وهي بتشوف صورة صاحبتهم وزميلتهم في الصف، ده بيبين ان المحبه موجوده في الاطفال. لكن الحقيقه التعليم بتاعنا كله محتاج اعاده نظر فيه علشان نغير كل افكار الشر الهدامه اللي موجوده جوه المناهج، اللي بتغير من طبيعه الاطفال الابرياء ديت وتحولهم في سن تاني يتم غسيل تفكيرهم ويتحولوا الى مشاريع الارهابيين التكفيريين ومفجرين لانفسهم.